حسين هرموش بالصوت والصورة. الاسم حسين مصطفى هرموش. احكي لي عن مسلكيتك بالجيش، اول ما دخلت للدراسة في الكلية الحربية الى ان تابعت العمل العسكري الميداني على ارض الواقع. سجلت على الهندسة المدنية في كلية حلب ودوامت لمدة شهرين. الجيش، مين اتصل معك؟ مين تواصل معك؟ وطني، كنت سأشرف شخصيا على هذا السجن. انا المقدم حسين مصطفى هرموش، اعلن انشقاقي من الجيش العربي السوري بسبب ما يمارسه الجيش مع جسد الأمن والشبيحة ضد المدنيين العزل، ضد المدنيين العزل الذين يحملون أغصان الزيتون. من أحداث دامية في الشوارع كانت تصدر من الجهات الأمنية.